المرأة نوعان، كسلانة وشاطرة. تعريف الكسلانة: هي أنثى ذكية فضلت راحتها على نفسها وعلى كلمة فلانة شاطرة، فحصلت على العديد من المزايا، في بعض الأحيان على خدامة وزوج يلاحق أولاده لأنه ما بيمشي الحال يتكل عليها، والكثير الكثير من المزايا التي لا تعرفها إلا الكسولات. أما الشاطرة فهي أنثى أقل ذكاء فضلت الحصول على لقب شاطرة، وهي كلمة لا تغني ولا تسمن من جوع، فحصلت على تعب 24 ساعة وزوج اتكالي كسول يغضب لو تأخرت في أي طلب حتى وإن كانت متعبة صحيا، وأولاد معتمدين عليها في كل شيء حتى في حاجتهم الشخصية، وتلاقيها طباخة، خياطة، سباكة، كهربائية، صب البقالة، حتى عبد سعيد عامل ورشة تاخذ دوره في بعض الأحيان، وفي الآخر تدهور صحيا ويجحد جوزها كل خدماتها وتضحياتها ويتجوز عليها بوحدة كسلانة، ويحلف إنه ما داق طعم السعادة ولا عاشها إلا وقت تجوز هي الكسلانة لأنها تفرغت إله، وهي بكامل صحتها وزينتها وطاقتها الإيجابية. وإنت يا شاطرة خلي لقب الشاطرة ينفعك، حبيت أهدي النفوس شوي. شو رأيكم صبايا؟